فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور العظيمة التي ورد في فضلها أحاديث كثيرة متعددة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، حتى قال عنها الدارقطني: إنه لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضل هذه السورة. وقد تقدم بعض فضائل هذه السورة العظيمة، ومن فضائلها أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا لها فقال: قد غفر له. وهذا من باب الإيماء منه صلى الله عليه وسلم إلى أن قراءة سورة الإخلاص سبب لمغفرة الذنب، لأن اقتران الوصف بالحكم يفيد أن ذلك الوصف علة له. روى الدارمي بإسناد رجاله ثقات عن أبي الحسن مهاجر عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، قال: وركبتي تصيب أو تمس ركبته، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: غفر له. ومن فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قارئا لها ذكر أنها أوجبت له دخول الجنة. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: ما وجبت؟ قال: الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ومن فضائل سورة الإخلاص ما جاء أن قارئها يبنى له بيت في الجنة. روى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه معاذ بن أنس الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. ومن فضائل سورة الإخلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حب هذه السورة يدخل صاحبها الجنة. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أخبروه أن الله يحبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هذه السورة في صلاته، وكان يقرأها في طرفي النهار، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر وسنة المغرب، وكان يلازم ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة في ركعتي الطواف وفي وتره عليه الصلاة والسلام وفي غيرها من الصلوات، وكان يرقي بها نفسه وأهله. ولذلك لما علم الصحابة رضوان الله عليهم فضل هذه السورة من كونها تعدل ثلث القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قارئها بأنه قد آمن وعرف ربه وأنه يبنى له بيت في الجنة، كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم يكثر من قراءة هذه السورة ويرددها. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي لفظ للبخاري أن أبا سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الهدى والتقى، وأن يرزقنا حسن تلاوة هذا الكتاب العظيم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.